أيام مرت وياسر بلا عمل بسبب حظر التجوال، ويعمل على هذه العربة التي هي مصدر رزقه الوحيد، وقف متسائلا عن الأموال الطائلة والثروات النفطية التي يملكها العراق. ومع كل أزمة تضطر العوائل لبيع أي شيء لتوفير رغيف الخبز. التهيم بالبوق، يعني شوفوا أنتوا أطفالكم الحكومة ونامين بالخارج، كل من مليار ومليارين، بابا محتاج ودزيت له فلقد، بابا محتاج ودزيت له فلقد. أنا ما حد ما يعطيني 5000 دينار، عمي دحقوا على حالنا، ترى بالقرآن تعبنا، إحنا بلد الحضارات، وين كنا وين صرنا؟ كنا قبل نطلع للخارج، كان لنا تاريخ، لنا صيت، لنا كل شيء لنا، هسه فدنوب، يعني وهذا تالي العراقي يصير بيجي. ليس ياسر المتضرر الوحيد، فأبو عمار يقول إنه اشتاق كثيرا لأصوات أكواب الشاي بين يديه، فهي مصدر رزقه الوحيد، وكل جهد يبذله هنا لتوفير لقمة العيش وأيام الحظر هي الأصعب والأشق. فيأثر علينا الشغل اللي قاعد الغير قاعده مال الحظر، تأثر علينا تأثير مش ما كان، وخاصة إذا هاي الشغلة اللي حظر مال الحظر تجوالها 3 أيام أثرت علينا. يعني أنا بالنسبة لي أطلع مثلا 15 أو 20 ألف، وراي صرفيات، وراي مثلا الشكر، قنينة، ذي الشغلات كلها قلت راح تصفالي 10 أو 12 ألف. أكثر من 60% من أهالي ديالى وصل بهم الحال إلى خط الفقر، هكذا أوضحت مفوضية حقوق الإنسان بالبيانات الرسمية. وتأتي هذه الإحصائيات كلها بعد فرض حظر التجوال وارتفاع سعر صرف الدولار بديلة للحظر الصحي الوقائي، أما يعني استيراد لقاحات وتوزيعها بصورة عاجلة ورفع الحظر التجوال، أو توزيع منح مالية طارئة لفئة الكسبة ومنهم دون مستوى خط الفقر، حيث بلغت نسبة الفقر في محافظة ديالى أو تكاد تبلغ بسبب هذه الإجراءات 60% من عموم أبناء محافظة ديالى. ارتفاع نسبة الفقر وانهيار الوضع الاقتصادي لدى بعض العوائل بسبب حظر التجوال وارتفاع سعر صرف الدولار في بلد لا يملك بنية تحتية بفعل عقود من الحروب والفساد وعدم الاستقرار، تزيد من مخاوف أهالي المحافظة في ظل هذه التراكمات. من محافظة ديالى حسن الشمري، التغيير الفضائي.